اليوم تشرفنا بزيارة كلية التقنيات الطبية والصحية، وكان يعني البناء حلو ومتطور من ناحية كل شيء ومتقدم. هو يعني أمور حلوة شفناها، أنه منطين كفاءة كاملة بالنسبة للتدريسي وبالنسبة للحضور مع الطلبة وبالنسبة للانتظام بالطلبة وبالنسبة للمواد اللي مستخدمة وبالنسبة للعزل بين جانب الإداري والجانب الخاص بالطلبة. هيك أمور بالنسبة للكادر التدريس، الكادرنا كل زين، كادرنا ومتميز وفائق وأفكار خاصة ومراعاة من الطلبة حتى تختلف عن باقي الجامعات بهواي أمور. هذا اللي شفناه يعني اليوم، ويعني من جميع الأمور ومن جميع النواحي أمور خاصة ومرتبة، يعني خاصت بهواي مواضع وتعبوا يعني الكادر الكفيل بهواي أمور. القاعات كانت مجهزة يعني بأحدث الأجهزة والمختبرات، ومن ناحية الديكور والتصميم كان حلو وجيد جدا يعني من كل شيء. يوجد في كلية التقنيات الطبية والصحية كادر متميز.